تستعد شركة ماهيندرا الهندية لدخول السوق الجزائري من الباب الواسع، وهذا من خلال استثمارات تمس قطاع تصنيع الجرارات وقطاع استيراد المركبات النفعية بيكاب والسياحية الصغيرة، وهذا حسب ما كشف عنه السفير الهندي في الجزائر سيد غوراف في منشور له على تويتر. قال السيد غوراف أن المهارات الهندسية القوية لشركة ماهيندرا تسمح لها بتوفير مركبات عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة على مستوى العالم عبر مجموعة من الفئات. وأضاف السفير الهندي في الجزائر: يسعدني أن ماهيندرا ستجلب نقاط القوة هذه إلى الجزائر من خلال الاستثمار في مصانع الجرارات وتوريد شاحنات بيكاب والسيارات الصغيرة الهندية. وقد علم من قبل أن ماهيندرا ستدخل السوق الجزائري من خلال وكيل جديد لتسويق موديلات عديدة، حيث تعمل الآن الشركة الهندية مع الوكيل الجزائري على إكمال الإجراءات الإدارية ومختلف المتطلبات لتقديم ملف الحصول على اعتماد نشاط استيراد المركبات الجديدة. وفي الأخير ليكن في علمك عزيزي المشاهد أن أسعار سيارة ماهيندرا في الدول المجاورة يبدأ من 133 مليون سنتيم بالدينار الجزائري مع احتساب كامل الرسوم.